السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. سيدتي الجميله، اليوم جيتك بواحد النصائح اللي غادي تبقاو ديروها دائما. كيفاش تصنعوا سعاده لنفوسكم باش دائما تبقاو منورين ودائما تبقاو يعني واخا يوقع اللي يوقع تصنعوا سعاده لراسك. سيدتي صنعيها بيديك. كيفاش الحبيبه ديالي غتبقاي تقولي كيفاش غادي ندير انا هاد السعاده لراسي؟ شوفي حبيبتي، غادي نقول لك واحد الحاجه. اول شيء تهلاي في راسك. كل ما تهليتي في راسك، الله يجعلك بغيت ندير ماسك اليوم فيا، ما ندير شي ماسك، حالتي حاله مدقدقه مطحطحه ما عنديش الخاطر. لا الحبيبه، انا بزز على راسي وغادي نوض وغادي نقول باش نبقى ديما زوينه. هاد الساعه راها فايته، هاد الساعه فايته باش ما كان اللي كتبها الله هي اللي غادي تكون. المهم غادي نوض ندير واحد الماسك لوجهي. بمجرد انك ديري داك الماسك كتخلقي السعاده لنفسك. بمجرد انك تشدي واحد الكريم دهني به يديك ودهني به رجليك كتخلقي السعاده لنفسك. بمجرد انك تمشي للحمام وتجي وديري واحد المشروب ديال الجمال وتشربيه، او ديري واحد الكريم لوجهك ولا واحد الماسك وتدلكي ليا الوجه ديالك، راه كتخلقي السعاده لنفسك. علاش؟ راه كل ما بديتي كتهلاي في راسك داك الهرمون الانثوي اللي عندك كيفاق. جربيها انتي، شدي واحد الكريم بقاي دهني يديك وبشويه، ودهني رجلاتك وبشويه، دهني وجهك كذلك وبشويه، كتحسي براسك انك سعيده، انك راكي فرحانه. علاش؟ حيت انك انثى، هو هذاك الهرمون ديال الانثوي اللي عندك فاق. فرح فرح، هرمون السعاده اللي عندنا فاق حتى هو كذلك، يعني فرح ولا سعيد، خلاك سعيده، خلاك انك تبقاي فرحانه و دائما مبتسمه وراضيه بالواقع ديالك. عندي مشروب ديال البلبوله، حنا تنقولوا الحسوه، بلبوله الشعير، الحريره ديال البلبوله الشعير، اولا الشعير مطحون وكنديروا به شوربه. هذاك راه واحد المشروب كيخلق السعاده، اييه كيخلق السعاده، ماشي غير عند النساء حتى عند الرجال. يعني كيخليك دائما كيخليك سعيده، كيخليك مطمئنه، كينعسك الا ما فيكش النعاس، كتشربي كتكوني كيجيك النعاس، يعني كيخليك واحد الطمانينه في القلب ديالك. هذاك البلبوله ديال الشعير، هادشي كله من الشاعر. يلا وديري ماسك ديال الشاعر كذلك، راه غزال لوجهك. اي حاجه حبيبه ديالي كنصنعوها بين يدينا. عندي مشاكل، غارقه مشاكل، فهمتي؟ انا اللي كنقول لكم هذا الشيء، راه هذا الشيء واقع فعلا. وتنقول لكم دعيو معايا ويعني بالدعوات ديالكم ان شاء الله غادي تفك لنا المشكل اللي عندنا. ولكن راه ماشي حيت عندي مشاكل غادي نهمل راسي في مره، لا. تقدروا تقولوا لي زعما سعداتك، لا، راه بزز مني، خاصني نشوف راسي شويه، خاصني نشوف راسي، اه، لان هادشي فايت هادشي. هذا شنو غندير كاع؟ شنو غادي ندير؟ شنو عندي ما ندير؟ اللي كتبها لي سيدي ربي هي اللي غادي تكون. انا كنامن بهاد القضيه ديال المكتب، كنامن بها بزاف. اللي كتبها لي سيدي ربي هي اللي كاين. والدعاء، الدعاء كيغير الاقدار. الدعاء سيداتي، عندك مشاكل، الدعاء كيغير الاقدار للاحسن، طبعا للاحسن. شوفي، كوني اكيده انك الا درتي هاد النصائح هادي غتكوني دائما سعيده، دائما دائما. تهلاي في راسك، كل ما تهليتي في راسك كل ما داك الهرمون الانثوي كيتحرك فيك. ملي كيتحرك هذاك الهرمون الانثوي كتحسي براسك راكي نتوا، راكي مراه، راكي سيده جميله. ايوا، والسعاده كذلك، الهرمون ديال السعاده اللي في كل النساء راه تيكون عندهم، غير هو تيقتلوه شويه بشويه بداك
كتبقى تشد في قلبها، كتشد في عقلها، كتخمم، كدير. شوفوا راه كثرة التخمام راه كتنسي، كتولي فيك الزهايمر. كثرة التخمام، ملي كتبدي تخممي بزاف بزاف بزاف، ملي كتجي تشوفي في المرايه راه كتخلعي في راسك اصاحبتي، والله اختي لك كتخلعي في راسك. ايوا علاش، علاش انا غنخمم؟ علاش عندي درهم ناكلها دابا وغدا يجيب الله، هادشي اللي كاين. ما عنديش، انا جالسه رزاق الله، انت نطلب الله يعطيني رزيق باش نكون. هذا الشيء اللي كاين، ماشي تبقى تقولي انا ما عنديش فلوس، انا هادي شوف هاديك عندها، وعلاش هاديك عندها وانا ما عنديش، وعلاش. شوفي حبيبتي، الدعاء هو كل شيء، كيغير الاقدار. دعي، طلبي الله، تقربي الله سبحانه وتعالى، ما تخصك حتى شي حاجه والو، حتى القلب ديالك كيطمئن، حتى القلب ديالك كيطمئن. وها هو راه كلشي بين يدينا اختي، غير الا ما بغيناش الله يهدينا وصافي. حنا بعد مرات كنبقاو اش كنديرو، كنكبروا الموضوع، وما كيستاهلش هذا الموضوع، حنا نكبروه بحال هكذا هو ما كيستاهلش. وعلاش انا غادي نوض غنبقى نجبد هذاك الموضوع اللي كيضرني انا في قلبي، غنبقى كل ساعه نجبده؟ علاش لا اختي، ننساه شويه، غنجبد شي حاجه اللي غتنسيني في هذاك الموضوع. وحاجة أخرى اللي هي مهمة مهمة مهمة، صحابات. صحابات، أنا صاحبتي عندها مشكل، غتجي غتبقى تعاود ليا في المشكل ديالها، لا غد ليه جات عاوتاني عاودت ليا المشكل عاوتاني، وانا كنوجد ليها في الصواني، ونوجد ليها في الحلوة، ونوجد ليها، كتجي كتخوي عليا الطاقة السلبية ديالها، وكتمشي هي واكله الحلوه وشاربه اتاي وبخير وعلى خير، وانا كنواسيها وهذا، وهي راه خوات عليا الطاقه السلبيه وعطيتها الطاقه الايجابيه ديالتي. لا، نقدر، عندي مشكل ولا صاحبتي عندها مشكل جات عاودت لي مره واحده، عندي الحل نقول لها، ما عنديش نقول لها الله يسر لك. انتي غتقلبي على الحل بواحد البساطه، باش غتبقى التكرار، وكل مره وكل مره لا ستوب، صافي هضرنا في داك الموضوع ما نعاودوش نجبدوه. ماشي انا تشبعيني طاقه سلبيه وتمشي، نبقى انا نبقى ويلي مسكينه، ويلي هادي، ويلي هادي، ويلي هادي. وراه شوفي، راه ديك القضيه ديال راه الشكوى كتلصق اختي، راه كاين اللي دمو حلو كتلصق فيه الشكوى، والله راه نقول لكم هاد القضيه راه كاينه، راه كاين اللي كتلصق فيه الشكوى. اللهم هاديك عندها مشكل، نقول لها عندي الحل، رانا نقول لها ما عنديش، نقول لها الله يسر لك، الله يدير لك تاويل ديال الخير، نعاونها بالدعوات، ولكن من بعيد، باش تبقى دائما تعاود ليا. لا اختي ما تعاوديش ليا، صافي صافي، عاودتي ليا مره واحده الله يجعل البركه، صافي اجي عندي مرحبا، نضحكو نشطو، نسيك في المشكل اللي عندك، تنسيني في المشاكل اللي عندي، وها حنا بخير وعلى خير، وخالقين السعاده، خالقين السعاده. ايوا حبيبه ديالي، شوفي شربي البلبوله تتخلق لك هرمون السعاده، كذلك تهلاي في راسك، الله يجعلك ما ديري غير شي بوز فيغني بحال هكذا، اولا شي ماسك لوجهك ولا كريم ولا هذا، الهرمون الانثوي كيتحرك فيك. ايوا اختي شنو كتسناي؟ اشنو كتسناي؟ كلشي بين يديك. يلا حبيبه ديالي، ارضي عليا، جربي هادشي اللي كنقول لك، باش نزيدو لقدام، وباش حتى حنا نكونو نكونو يعني حتى حنا داك السعاده نحسو بها، والضحكه الزوينه نحسو بها، وما نبقاش دائما مغوبشين، وما نبقاش حنا نقلبوا على المشاكل ونهبشوا عليهم. راه كاينه اللي ديما دايرها مغوبشه، لاش لاش اختي لاش، وضحكيها وطلقيها تجري كيف كيقولوا، طلقيها تجري، فين غتحبس كاع، فين غتحبس؟ ايوا الله يهدينا، الله يهدينا. ايوا الحبيبه ديالي، هاد النصائح ديري بهم، ومرحبا والف مرحبا، واللي عندها شي مشكل ممكن تعطيه ليا في التعليق ونحلوه بعضياتنا. مرحبا بكم سيداتي.